حتى عندنا في القناه بتخش معانا، لكن خلال الفتره اللي فاتت الحمد لله، لو خلال الثمان سنين دول هتلاقي دايما حارس مرمى منتخبنا الوطني من النادي الاهلي، او على الاقل في واحد او اثنين. مظبوط. ولكن دائما يتعرض طارق سليمان لهجوم، مش عارف ليه. ايه رايك في هذا الكلام؟ والله بص، انت بتشتغل في نادي كبير، بتشتغل في مكان في ناس كتير قوي، في ناس كتير قوي يعني. هو طبيعي ان حق مشروع ان اي حد يجي ويشتغل، وده حق مشروع لاي حد. ولكن اللي مش مشروع ان انت يبقى عندك اهواء، ويبقى عندك حسابات، ويبقى عندك اتجاهات معينه، ويبقى بتضرب في الراجل ده عشان الراجل ده ناجح. مش ممكن. انا يعني كل حصلت معاك يعني الفتره اللي فاتت؟ والله بص يا بتحصل. بص يا كابتن اسلام، مش ممكن ابدا انا اقرا حاجه مكتوبه من خارج النادي طبعا. طبعا لا، مش من النادي طبعا. لا لا لا، من خارج النادي طبعا، على السوشيال ميديا بشكل عام والاحداث اللي بتحصل. في توجهات معينة طبعا اكيد. انما في النهايه يعني بتتهاجم، وانت عندك افضل حارس يعني السنه دي كان طبيعي كان افضل حارس في مصر خلال طبعا اداؤه مع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت اداؤه مع المنتخب، يعني كان بينافس لحد اخر لحظه على احسن حارس في افريقيا. فبالهجوم ليه؟ هل يعني انت عارف لو 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 الحراس مثلا يعني علي لطفي لما لعب ده الجوله الخامسه يا كابتن اسلام، لعب مكان الشناوي مع فيدا كلاب هناك، المره دي خسرناها 1-0. علي لطفي ياخد الكره اللي خبطت في رجل واحد ورا الاتجاه، لما الفيفا كل سوري الكاف لما بيجي يعمل بعد كل جوله بيختار 11 لا بيختار 11 لعيب. كان حاطط علي لطفي في الجوله دي. علي لطفي في مباراه المصري كان من نجوم المباراه، وكسبنا المباراه 2-0، وكانت مباراه برضو المهمه جدا لنا في الدوري. فعايز اقول لك شريف اكرامي لما لعب ادى بشكل كويس قوي، وما بنساش دايما بقول الكلام ده كتير دايما في اي لقاء بقى انا الفتره دي بالذات، ان شريف اكرامي كان له دور كبير جدا رغم عدد ماتشاته القليله، بس كان له دور كبير. فعايز اقول لك ان الاجوان كلها الحمد لله ادائهم بيادوا بشكل كويس جدا مع النادي. طب ايه الداعي بقى ان انت يبقى فيه هجوم عليا؟ الداعي ده ان في ناس زي ما بقول لك بقى، بيبقى في ناس موجهه، بيبقى في ناس مش حابه ان طارق يبقى في المكان ده لاي حسابات بقى. انما في النهايه يا كابتن اسلام جمهور الاهلي كبير جدا يعني، ما تبصش يا كابتن اسلام، انا بشوف الكلام ده في الشارع. انا بشوف الكلام ده في الشارع، يعني جمهور الاهلي ده انت بتقابله كل يوم في الشارع كتير جدا طبعًا. جدا يمين وشمال وكل حته بتروحها بتلاقي جمهور النادي الاهلي. انما اللي على السوشيال ميديا ده كابتن اسلام، حتى لو بينتقد طارق سليمان، ما هو في انتقاد بيبقى مقبول ومشروع. وتقدر انت بالعكس، ده الواحد لو لقى انتقاد بيبقى فعلا ايجابي، والواحد يتعلم منه ويستفيد منه، ابص عليه طبعا وبالعكس. انما لما بتلاقي ناس بتشتم وخلاص، بتلاقي ناس معلش يعني ممكن واحد بينتقدك مثلا ملوش ما لعبش كوره وملوش في الكوره وبالنسبه له ممكن يبقى دكتور، ممكن يبقى مهندس، ممكن يعني في النهايه السوشيال ميديا كانت الاسلام معلش يعني انا مش شايف اللي بينتقد ده، ما اعرفش هو ده بيشتغل ايه ولا لبس شورت وفانيلا ولا ملبسي ولا لعب كوره، ما تعرفش. انما في النهايه بقى كله بيدلو بدلو دلوقتي، يعني اللي بيفهم واللي ما بيفهمش كله بيدلو بدلو على السوشيال ميديا، وناس بتشتم، وبقى الموضوع بقى سخيف شويه. انما في النهايه زي ما بقول لك الحمد لله، الواحد اشتغل طول عمري في النادي الاهلي، لما بنزل التمرين وبشتغل الواحد بيخلص في عمله جدا جدا، والحمد لله. كابتن اسلام انت بتتكلم في الحمد لله في نجاحات حققت في الفتره، انا الحمد لله رب العالمين 15 بطوله مع النادي الاهلي. ال 15 بطوله ده مش فتره قليله يعني، مش عدد قليل، عدد بطولات كتير يعني. فالحمد لله على الفتره اللي انا قعدتها في النادي الاهلي، وده بيتي يعني، في اي وقت الواحد يطلب منه انه يرجع في اي وقت بيرجع يعني. طيب يعني كابتن